موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة، فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك والشافعي أحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة السلف، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وقال الإمام أبو حنيفة إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أيضا أبدا ممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسيد الجمعير ومكحول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. قال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه لأنه قد قال المهتان، فحينئذ تقبل شهادته والله أعلم. أقول أن الله عز وجل إذا قبل توبته فلا بد أن يكون كمن لا ذنب له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تستمر العقوبة أبدية. وقد روى أهل العلم عن أبي بكر رضي الله عنه جملة من الأحاديث، وهو ممن جلد في قذف المغيرة بن شعبة. وكذا رووا عمن قذف عائشة رضي الله عنها وجلد فيها، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.